أعزائي متابعي ومشاهدي قناة مستر محمود التعليمية، أهلا وسهلا بكم في درسنا اليوم، درس 4D page 55 لطلاب وطلبة المرحلة المتوسطة الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني second term. إن شاء الله اليوم بنكمل درسنا 4D going abroad. درس اليوم بيتكلم عن pronunciation. أحيانا بيستخدم الإنسان بعض التعبيرات أو الكلمات أو الصور للتعبير عن مضمون معين، وأحيانا أسلوبك your style of talking or speaking اللي هو أسلوبك في التحدث أو التكلم بيبين ماذا تريد أن تتحدث عن أو تسأل عن، ومن خلال حديثك يعرف الشخص ماذا تريد أن تتكلم. ومن خلال هنا نستطيع أن نقول في أمامنا مجموعة من الصور أو مجموعة من التوضيحات، فلو نظرنا هنا في هذه الصفحة سنجد أن هناك شخص يريد أن ينظر على شيء ما، فدعنا ننظر. هذا حاليا شخص يمر وجد سيارة لونها أحمر، a red car. He saws or he sees a red car and he wants to know the owner of the car. طبعا هو حاليا وجد سيارة حمراء ويريد أن يسأل عن مالك السيارة. Who is the owner of the car? Whose car is it? لمن هذه السيارة؟ فيقوم بالسؤال بهذه الصيغة. Whose car is it? Or who is the owner of the red car? So, or of the car. يعني هو هنا حاليا بيسأل عن المالك، عن الشخص، وبهذه الحالة يقوم شخص آخر بالرد عليه فيقول راكان بوت ذا ريد كار، الذي اشترى السيارة من؟ يبقى الذي اشترى السيارة هو راكان. يبقى السؤال هنا هو بوت ذا كار، فيكون الرد راكان بوت ذا كار. فهنا لو لاحظنا في صيغة السؤال أننا نقوم بالضغط على ستريس اللي هو الضغط على الكلمة وهي هو من، فهنا من هذه الطريقة نعرف أنه يسأل عن من، السؤال عن الشخصية التي اشترت السيارة، فنقول Who bought the car؟ من الذي اشترى السيارة؟ وبهذه الطريقة يكون الرد هنا راكان bought the car. So the word راكان، ويكون هنا كلمة راكان هي الضغط بها أو الضغط بالستريس، ضغط على الكلمة لتوضيح من الذي ملك السيارة. ومن خلال صيغة الكلام يبين لنا أننا نريد أن نتحدث ونوضح في الإجابة أننا نقول راكان بوت ثالث كار، راكان الذي اشترى السيارة. ومن هنا فلننظر إلى الشكل الثاني لنوضح أن your style of talking or speaking اللي أسلوب الكلام الخاص بك هو الذي يوضح عن ماذا نتكلم. فلننظر حاليا إلى الشخص الآخر الذي ذهب هنا، طبعا من خلال زي ما شفنا أن هنا المقصود بها المالك هو ركان. ننظر إلى الشخص الآخر يمر فوجد هنا two cars سيارتين، فيريد أن يسأل عن أحد السيارات، ولذلك هنا نبين أننا نريد أن نسأل عن أي سيارة اشتراها ركان. فهنا the stressed word is the red car، أي سيارة اشتراها ركان. وهنا يبقى السؤال عن ما أو ما أي سيارة أو أي سيارة السيارتين اشتراها ركان. فهنا يكون stressed word، the stressed word is the red car. فنقول هنا إيه which car، which car، okay which car did راكان buy، أي سيارة اشتراها راكان. فيكون هنا الإجابة نقوله the red car، يبقى راكان bought the red car. so هنا بنضغط على stressed or stressed the red car، ومن خلال صيغة الكلام أو التحدث يظهر لنا أننا refer to، نشير إلى the red car not ركان، أننا نشير إلى the red car السيارة الحمراء.
ولا نشير إلى الاسم اللي هو نوع السيارة عموما. فلو ذكرنا هذه الجملة فنقول ركان بوت ذا ريد كار، ومن خلال إجابتنا يظهر لنا أننا نقول ذا ريد كار. الإشارة هنا ذا ستريسد وورد إز ريد كار. حاليا لو نظرت هو يشير إلى ذا ريد وان وذا ريد كار. هيا بنا نذهب إلى تمرين الموجود في الدرس حتى نعرف ما المقصود. فهيا بنا نستمع أولا. 3. Pronunciation. A. Listen and repeat. Notice the stressed words and how the stress affects the meaning. Jack tapped me on the shoulder. Jack, not his brother or anybody else. Jack tapped me on the shoulder. طبعا هنا من خلال ما احنا شفنا Jack tapped me on the shoulder. هنا the stressed word الكلمة اللي ضفنا عليها أو ضغطنا عليها هي Jack. ولذلك احنا نتحدث عن the proper noun اللي هو الاسم الموجود Jack. فقلنا Jack not his brother. يعني المقصود هنا في هذا الكلام أننا تحدثنا عن Jack not his brother وليس أخيه or any one else وليس أي شخص آخر. نيجي على الجملة الثانية. Jack tapped me on the shoulder. طبعا هنا وضح المكان the place that he tapped me on اللي هو وضع إيده عليه. طبعا هنا he tapped me on the shoulder not somewhere else، يعني وضع يده على كتفي وليس أي مكان آخر. يبقى من خلال your stressed word we can know the meaning of it، يعني بنقدر نعرف معنى المقصود بحديثك أو كلام. He tapped me on the shoulder not somewhere else. هيا بنا نذهب إلى التمرين الآخر. Listen and repeat to underline the stressed word in the questions. طبعا هو طلب منك تعيد خلفه أو تكرر وراءه ثم نقوم بالإجابة على كل سؤال. هيا بنا. B. Listen and repeat. Underline the stressed word in the questions 1 to 3 and choose the correct answer. 1. Does Robert speak Spanish? 2. Did Mr. Lee shake hands with you? 3. Are you going to London on Thursday? Okay. هيا بنا نذهب إلى التمرين لنوضحه تفصيل. Pronunciation. طبعا زي ما احنا شايفين وطالب منك the stressed word. لو نظرنا في الجملة الأولى number one، هنا المقصود هنا بيذكر the stressed word is Robert. Does Robert speak Spanish? We talk here about Robert. يعني احنا بنتحدث هنا عن روبرت وليس اللغة اللي هي Spanish اللي هو اللغة الإسبانية، ولذلك تكون الإجابة تخص روبرت وليس شخص آخر. فنقول هنا إيه الإجابة؟ حاول تفكر معي بسرعة. الإجابة هنا أكيد لي إيه؟ No. بيدرو speak Spanish. اللي بتحدث الأسبانية هو بيدرو وليس روبرت. يبقى هنا بسأل عن the person اللي هو الشخص. نيجي بعد كده على number two. هنا بيسأل عن you، عنك أنت. فبقول لك did Mr. Lee shake hands with you؟ هل Mr. Lee سلم عليك أنت؟ هو stressed word الكلمة المقصود بها أو الشخص مشار لي هنا في السؤال هو أنت وليس أي شخص آخر أو أي شيء آخر. فلذلك هنا هضع أو أطلب منك تحاول أن تفكر try to think، فتكون الإجابة هنا اللي هي okay excellent. B. No Mr. Lee shook اللي هو shook hands اللي هو سلم الباست سيمبل اوف شيك with Tom، يعني سلم على توم ومش عليا وليس عني أو ليس علي أنا. تمام. الأولى ماض صعب جدا تكون هي الإجابة. الإجابة هنا B. نيجي على number three. طبعا هنا
المذكور بالسؤال Are you going to London on Thursday؟ المقصود هنا Thursday اللي هو the time الوقت يوم الخميس طبعا وليس any time else مش مقصود بأي شيء ولا place ولا أي شيء المقصود هنا في stressed word اللي هي Thursday تمام فالإجابة هنا هتكون ها حاول تحل تمام excellent الإجابة B No I am going to London on Friday لا أنا لن أذهب يوم الخميس سوف أذهب يوم الجمعة ولذلك تكون الإجابة B اتضح هنا من خلال الدرس إن شاء الله تكونوا فاهمين الدرس and I wish you enjoyed it نبدأ إن شاء الله حاليا ندخل على الworkbook let's go to page 114 صفحة 114 تمرين A نكمل مع بعض عشان يكون درس إن شاء الله شيق ونمارس مع بعض التمارين فهيا بنا let's go to page 114 in the workbook to answer it complete and cross وطالب منك تحاول ان انت تكمل الفراغات باستخدام الكلمة المناسبة من خلال قراءتك لي try to read the sentences and answer the spaces or write the word in letters like spelling the hairy part on your face الجزء اللي هو المشعر أو البشرة فوق on your face وجهك above your eyes وفوق عينك اللي هو eyebrow اللي هو الحواجب طبعا هتكون الإجابة هنا ما احنا شايفين eyebrows تمام Number two, to make an expression with your mouth to show you are happy. تفعل شيء أو تعبير بفمك للتعبير عن أنك مسرور. طبعا هنا smile المقصود بها smile هو الابتسامة number two. هنا number three, to greet someone by holding their hand and moving it up and down. اللي هو مقصود بها التسليم التحية والتسليم اللي هو shake hands. Shake. Hands, shake hands. Number three, number four, two more. Number four, to move your hand from side to side to say hello and goodbye. لو ويف التلويح للتعبير عن التسليم أو الترحيب بشخص أو وداع شخص. فنقول هنا ويف التلويح. Number five, to move your head up and down to show. You agree with something للتعبير عن أنت موافق عن شيء لو الإيماء بالرأس وعلى نود لو الإيماء بالرأس Number six والأخيرة اللي هي بنقول عليها عندنا To say hello and المقصود بها طبعا من خلال بعض التمارين اللي احنا درسناها وعرفناها لو To say hello and when you meet someone لما تقابل شخص وتقول له هلو في هذه الحالة نقول إيه هنا طبعا الإجابة هنا بتكون greet greet معناها اللي هي أسلوب التحية عموما طبعا المقصود بهذا الموضوع إن أنت تحاول تفكر وتستخدم الكلمات المناسبة للتعبير عن ما سوف تفهمه in your lesson في الدرس الموجود أمامك فهيا بنا نذهب إلى exercise B تمرين B page 114 اللي هو page 114 تمرين B كمل مع بعض تمرين B فهي بنا نذهب choose the correct words number one ندخل مع بعض choose the correct words we had two space our shoes before entering the house المفروض نعمل ايه قبل ما ندخل البيت طبعا الاجابه الصحيحه هنا refuse ولا remove طبعا remove يعني take off اللي هو خلع الحذاء طبعا درس مهم جدا ونحاول ان احنا نفهمه مع بعض اللي قلنا هنا الاجابه بتكون ايه number one remove number two Jack is very rude اللي هو وقح impolite he didn't my gift He didn't وقح يعني غير مهذب لم يقبل هديتي لي accept. Number three, are you familiar? Familiar اللي هو بيجي مع preposition حرف الجر غالبا هنا بيكون الإجابة with. طيب my friend offered me عرض علي صديقي to welcome me عشان يرحب بي طبعا هنا
صديقي يعرض عليا بنقول عليه هنا gift اللي هي present هدية. Number five, Edward offends يعني makes me angry يعني جعلني غاضبا أثارني ولا owes me a lot of money سلفني بعض المال. When is he going to give it back حتى يرجعه؟ طبعا هنا الإجابة هنا بتكون excellent ممتاز always. Number six, try to think with me, حاول تفكر معي. Whoever knows the answer, please your hand, اعملي في ايديك لما اكون عارف الإجابة. طبعا الإجابة هنا excellent, raise your hand. نيجي على number seven, the parents لما الوالدين father and mother got very angry, كانوا غضبانين أصبحوا غاضبين with their child's bad بسبب إيه؟ behavior سلوك السيء لولدهم أو لطفلهم. نيجي على the last one الأخيرة number eight, what's that on your, did you hurt your head again؟ طبعا هنا هو شايف شيء على جبهته فبقوله ما الذي موجود على, طبعا احنا كده قلنا الإجابة واضحة جدا, ما الذي موجود على جبهتك, هل أذيت نفسك مرة ثانية؟ طبعا الإجابة هنا forehead جبهة وليس shoulders اللي هم الكتفين, فنقول هنا forehead. نيجي على السؤال الأخير وهو match, وأطالب منك تسوي لنا ماتش. ماتش يعني توصيل, طبعا بيجيب لك جمل on the left على اليسار وبطلب منك ان انت تعمل ماتشنج توصيل, او غالبا الافضل لما تجيلك في اختبارات هذا الشكل ما تسوي توصيل, ولكن المفروض ان انت تضع حروف او ارقام في الدوائر او مربعات او شيء الشكل اللي بيجي لك حسب ما يجي, فالمفروض ان انت تضع حروف افضل ما تضع توصيلات أو خطوط. بداية number one, I am going to paint this wall black. طبعا الإجابة هنا بتكون C اللي هي excellent. طبعا الإجابة C اللي هي are you serious, I will أو it will look horrible. Number two, have you seen Sally and Linda lately. طبعا الإجابة هنا excellent, B اللي هي actually I bumped into them on my way home today. Number three, what happened when you fell off the chair? ما الذي حدث لك عندما سقطت من على الكرسي؟ طبعا الإجابة هنا حاول تفكر معي. Excellent. هذه طبعا الإجابة هنا A. A طبعا اللي هي everyone started laughing. كل شخص بدأ يضحك علي and made fall of myself. طبعا هنا سبب لو الإحراج طبعا. نيجي على number four, I told them a joke but nobody laughed. أنا ذكرت لهم نكتة أو شيء مضحك ولكنهم لم يضحكون. طبعا الإجابة هنا حاول تفكر معي. Excellent. E, maybe you have offended them in some way. ربما تكون أغضبتهم في بعض الأوقات أو إلى حد ما أو بطريقة ما. نيجي بعد كده على number five, are you going to visit your friend in جنيفا؟ طبعا هل ستزور صديقك في جنيفا؟ طبعا الإجابة هنا بتكون no, I had to refuse the invitation. سوف أرفض الدعوة, يعني I don't or I will or I won't go to there, يعني أنا مش هروح هناك. I want to go there يعني سوف أرفض الدعوة ولا أذهب هناك. طبعا من خلال زي ما احنا شايفين كده يبقى انهينا الدرس. وأشكر لجميع الطلاب والمشاهدين والمتابعين من طلابي وطالباتي, وعلى أمل لقاء بكم إن شاء الله. At the end I can say thanks for all the students. شكرا لجميع الطلاب. I wish you enjoyed the lesson or the meeting and understood it. May meet you later. Thanks and goodbye with my best wishes. English department or my Kanati لو English fluent and easy English
شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة. شكرا لكم وإلى اللقاء في درس آخر مع مستر محمود التعليمية. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.